وينظر من شرفاته السياسيه الى شوارع قامت له وحلفت على دينه وفي النظرات الابعد مدى يبدو اكثر سعدا فهو الرجل الذي قال لحزب الله لا بعدما كان الحاج حسين خليل قد ابلغه معادله نحن حدك خليك اوي تبعا لروايه رويترز لكن المعادلة سقطت باستشعار عن بعد التقطه الحريري عندما بدأت كرة النار تقترب من الشارع، وقد جاءت استقالته لتعيد الاعتبار إلى النقاش السياسي تخوفا من اعتماد الحلول الأمنية. وفي خميس أسرار سياسي، كانت المداولات بالحكومة الجديدة تخضع للتقديم. بعد متريثه على الرغم من استحضارها عبارات النشاط من القدم الى الساق لكن دوائرها كانت تستعد لظهور رئاسي احتفاء بمرور ثلاث سنوات على العهد وهي سنوات عجاف استوجبت الوقوف دقيقه صمت عن روح الفقيد والاحتفاء بالثلاثيه الرئاسيه اخضع اجراءات الاستشارات الملزمه وإصدار المراسيم لمزيد من التأجيل فيما أدرجت بعبدة هذا التريث في إطار السعي لاختصار وقت التأليف ورجحت أن يتبلور المشهد في 48 ساعة ودقائق الرئاسة المحسوبة لم تزعج بيت الوسط الذي كان قبلة أهل بيروت اليوم وضج الحجيج إليه مبايعين مؤيدين موقف الرئيس المستقيل وبعد الوفود استقبل الحريري مساء الرئيس نجيب ميقاتي الذي اتاه متفقدا الروح المعنويه ومستطلعا افاق الصمود وفي لقاءات الحريري وقصر بعبده على حد سواء وقبل الاستشارات بدا الحديث عن مواصفات الحكومه والطرفان يهددان بالشعب وعودته الى التظاهر في الوقت الذي لم تترك الناس شوارعها وان باعداد اقل فشروط الحرير وزاره غير سياسيه ومواصفات رئيس الجمهوريه حكومه نظيفه وهو اقرار بان الحكومه المستقيله كانت متسخه وتضم فاسدين وحسنا فعل الشعب باقالتها وما على الدوله اليوم سوى استخدام معادله عراقيه تقوم على شلع اللعب ما دمنا نحن والعراق اليوم نتشارك في التظاهرات ورقص الشرطه مع الشعب واستقاله الرئيس عبد المهدي والخوف من الفراغ والتنقيب عن المواصفات قبل الاستشارات لا يمكن ادراجه الا في اطار توزيع المكاسب السياسيه بين مافيا الحكم ولان توزيع التركه يستلزم ثعالب وزاريه فقد انيطت المهمه بكل من رئيس التيار القوي جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل الذي شوهد بين القصرين ويبدو ان الطائف وتحديدا الفقره الثانيه من الماده الثالثه والخمسين المتعلقه بالاستشارات قد سقطت منها سهوا عباره تكليف جبران باسيل اجراء الاستشارات السياسيه غير الملزمه في قصر بعبده عوضا من رئيس البلاد. وقد رصد باسيل يتولى استقبال الوفود التي جاءت تبحث مرحله ما بعد الاستقاله وما قبل التكليف في القصر الرئاسي. وعلى هذا المعدل فان التظاهرات هي الضمان الوحيد والمراقب والمحاسب لما يجري. وبات على اي حكومة ان تنال ثقة الشعب في الشارع قبل ان تمنح هذه الثقة في مجلس النواب، ولا ضير في مزيد من الضغط لثورة المحرومين الحقيقيين الذين خرج من اجلهم الامام السيد موسى الصدر في مثل هذه الايام من عام 75 مهاجما تجار السياسة عندنا وفسادهم في الارض واحتكار المصالح والمنافع للمحظوظين. وقال ذو العمامة العابرة للطوائف بكل جرأة: أنتم أيها السياسيون آفة لبنان وبلاؤه وانحرافه ومرضه، إنكم الأزمة، لا بل لم يتردد في وصفهم بالحقيرين. والمحرومون منذ غياب الإمام ما زالوا محرومين، وبينهم من خرج شاهراً سيف صوته فاتهم بسفارة وتمويل. صحيح أنه أسقط الحكومة. لكن رموزها ظلوا محميين وخارج المحاسبة واليوم كيف نستعيد الأموال المنهوبة؟ ومن سيدل على الفاسد بالاسم الثلاثي؟ من سيفتح الصندوق الأسود لوزراء ومديرين عامين وتوابعهم من أهل السلطة؟ الجديد ستفعل هذا المساء وبعد النشرة نشر لهيكل الفساد بطوله وعرضه ثلاثون عاماً نترجمها في ساعتين اسما باسم وسرقه باحتيال وعذرونا لان اللائحه ستطول وقد لا تتسع اليوم للجميع لكن اذا كان هناك منيات من جديه للقبض على الحرام فتابعونا في مخزن الحراميه ورلي الفاسدين مباشره بعد النشره